كثيرا ما نعاني من درجات مختلفة من آلام الظهر، بعضنا من يتجاهلها وبعضنا من يحاول علاجها من خلال علاج العضلات والعظام. لكن السؤال المطروح، هل فكرتم يوما أن تلك الآلام يمكن أن تكون مؤشرا لأمراض باطنية مختلفة؟ حديثنا حول ذلك مع ضيفنا الدكتور أحمد كفافي، وهو استشاري الآلام المزمنة وآلام العمود الفقري في المستشفى الملكي لجراحات العظام في بيرمنغهام في بريطانيا. نرحب به، ينضم لنا عبر السكايب. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. يعني بداية دعنا نتحدث عن أصناف آلام الظهر قبل أن ندخل في تصنيف أو تفصيل الأسباب. والله حضرتك الموضوع ده مهم جدا، وآلام الظهر تقريبا هي من المشاكل أو من ممكن نقول عليها من مشكلة العصر حاليا، خصوصا بسبب قلة ممارسة الرياضة. معظم الناس دلوقتي في شغلهم الجلوس باستمرار قدام شاشات الكمبيوتر. الظهر ده حضرتك منظومة متكاملة من عضلات وأعصاب وغضاريف، نقدر نقول إن أسبابه كتيرة جدا، لكن أهم الأسباب طبعا في معظم الناس هي العضلات. فضعف العضلات في الظهر نتيجة ممكن تبقى نتيجة وراثية أو نتيجة عدم ممارسة الرياضة، الجلوس في وضع خاطئ، دي كلها أسباب. وطبعا ممكن يكون الغضاريف اللي معروف جدا عندنا اللي هو الديسك، الانزلاق الغضروفي طبعا، وده من الحاجات المسببة برضو لآلام الظهر. في برضو ناس كتير ما تعرفش ان يعني في مفاصل في الظهر، زي ما في مفصل الركبة والحوض، في مفاصل صغيرة جدا في أسفل الظهر بنسميها الفاسيتس. دي بيحصل فيها حضرتك التهابات، بيحصل فيها خشونة، ممكن تؤدي إلى آلام شديدة جدا في الظهر. نعم. طيب دكتور، يعني كثير منا أو معظمنا بالأحرى يعاني من آلام الظهر لأسباب مختلفة كما ذكرت حضرتك. كثير من المرات تكون بسبب الإجهاد، أو هكذا نعتقد، يعني بسبب الإجهاد المستمر أو لنقل المستمر بشكل أو بآخر. فالسؤال المطروح، كيف نعرف أنه هذا الألم هو مؤشر لمرض خطير؟ تمام. طيب أنا أحب الأول أطمن السادة المشاهدين إن حسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أمراض الظهر بتأثر على أكثر من 80% من البشر، يعني 8 من كل 10 أفراد هيصاب بألم ظهر مزمن في خلال فترات حياته. فنطمن إن أكثر هذه المشاكل الظهر بتبقى مطمئنة جدا، بتبقى مشاكل بسيطة ممكن تتعالج بالراحة وبشوية مسكنات، وطبعا بتغيير اللايف ستايل اللي هو اسلوب الحياه عن طريق اكل صحي، ممارسه بعض الرياضه وهكذا. طيب سؤال حضرتك، نعرف ازاي ان ده خطر ولازم اتخذ اكشن فيه؟ طيب لو الم الظهر ده مصاحب مثلا بارتفاع في درجه الحراره، مصاحب بغثيان او قيء أو تنميل شديد في الرجل، دي كلها مؤشرات إن ممكن يكون الأعصاب متأثرة. لو في حضرتك عدم شهية للأكل، أو لاحظنا إن في الفترة الأخيرة الوزن الجسم بينقص، كل دي مؤشرات لازم نلجأ للطبيب في هذه الحالة لإجراء بعض التحاليل والأشعاعات على طول. نعم. طيب فيما يخص أمر آخر، يعني المشكلة أنه كثير من آلام الظهر ربما تكون هي مؤشر لشكل آخر من الأمراض الباطنية. يعني ذكرت في البداية مسألة أنه مؤشر لآلام المفاصل والعظام، ربما هذا الأمر معروف لدى الناس، لكن ماذا عن علاقتها بالأمراض الباطنية؟ طيب طبعا ساعات الألم يعني في بعض الأحيان بيكون ألم الظهر مش من الظهر، هو بيبقى زي ما بنقول عليه referred pain، يعني هو جاي من مكان آخر في الجسم زي ما حضرتك قلتي. ولكن في معظم الأحيان مش هيبقى ألم الظهر جاي لوحده، لازم هيبقى مصاحب ببعض الحاجات اللي أنا ذكرتها لحضرتك. لا قدر الله لو في مشكلة كبيرة في العظام زي سرطان أو مشكلة زي دي، لازم هيبقى مصاحب بأشياء أخرى غير الألم، وهيبقى ألم شديد جداً ما بيتحسنش بالراحة أو المسكنات أو كذلك. نعم. طيب لو تخبرنا مثلا أكثر تفصيلا عن الآلام الباطنية أو الأمراض الباطنية، عذرا، التي ربما يكون من أعراضها آلام الظهر. طيب بالنسبة مثلا لكثير من النساء مثلا، يعني المشاكل اللي بتحصل في الرحم،
في المبايض، الناس اللي عندهم زي اللي هي السيستس اللي هي الحويصلات، كل مشكله بتحصل في منطقه الرحم والبطن للاسف بتعمل زي ريفات بين في الظهر، يعني بتعمل الم يسمع في الظهر رغم ان المشكله مش في الظهر خالص، واخد بال حضرتك؟ فطبعا الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها جدا، بس زي ما قلت غالبا مش هيبقى وجع ظهر بس، هيبقى مصحوب كمان بالم في البطن، نعم، هيبقى مصحوب بغثيان او غمامان نفس لو في مشكله باطنيه. يعني آلام الحوض بشكل عام، يعني عادة هذا المصطلح تستخدمه كثير من النساء، أنه عندي منطقة الحوض كلها مؤلمة بما فيها الظهر، هذه تعد مؤشر لأمراض نسائية باطنية؟ طبعا، لأن حضرتك نعم. كمان حتى لو هي في مشكلة العضلات، يعني حضرتك عضلات الحوض متصلة بشكل أو بآخر بعضلات الظهر، فهي شبكة كلها العضلات نعم. متصلة ببعض، فممكن تبقى المشكلة فعلا زي ما حضرتك بتقولي في الحوض وتسمع في الظهر، نعم. فدي لازم طبعا الطبيب في هذه الحالة لازم يشوف المريض. نعم. طيب دكتور، في حال أنه عرفنا السبب وبدأنا بعلاج أسباب هذه الأمراض الباطنية، هل هذا يعني أنه آلام الظهر يمكن أن تزول بشكل تام، أم أن هنالك علاج متزامن يجب أن يكون لآلام الظهر بشكل خاص، ما بالتأكيد مع يعني متزامن مع علاج الأمراض الباطنية؟ طبعا أولا حضرتك لو ألم الظهر نتيجة سبب باطني زي ما حضرتك بتقولي لازم علاج السبب أولا، نعم. لازم، بس للأسف ساعات بعد علاج السبب بسبب الإرهاق اللي حصل في العضلات والألم لفترة طويلة بيتحول لمشكلة مزمنة. في هذه الحالة لازم التدخل من الطبيب بأن هو نعمل مثلا حاجة زي الحقن، في علاجات حديثة دلوقتي بنعملها زي التردد الحراري، وده نعم. بيساعد جدا في آلام مفاصل الظهر وبيساعد في فترات طويلة. وايضا ممكن في مراحل متقدمه اللجوء للجراحه زي تثبيت الفقرات لو الالم زاد جدا عن حده. نعم. طيب دكتور، ايضا من الاسئله المطروحه، هل الام الظهر التي تسببها امراض باطنيه يمكن ان تتضاعف لتصل لمشكله فعليه في مفاصل الظهر والعمود الفقري وما الى ذلك، ام انه يعني تقف عند حد السبب الباطني فقط؟ يعني هل السبب الباطني يمكن أن تكون من مضاعفاته مشكلة في الظهر، أم أنه هذا لا يحدث إطلاقاً؟ لا، السبب الباطني حضرتك مش هيعمل أي مشكلة في الظهر، نعم. وممكن يعمل ألم، إنما لو في مشكلة في الظهر زي في العمود الفقري بتبقى أساساً من الظهر نفسه، من المفاصل أو الفقرات أو الغضاريف أو حاجة زي كده. نعم، يعني حقيقة شكرا جزيلا للدكتور أحمد كفافي، استشاري الآلام المزمنة وآلام العمود الفقري عذرا في المستشفى الملكي لجراحات العظام في برمنغهام.